في البداية يعني أحب أشكر شخصيا الأخوان في مجلس الزهراء الثقافي لاستضافتهم هذه المحاضرة. يقال من باب الطرفة والنكتة كلمة المتقاعد تعني متقاعدا. هذا الكاريكاتير نقلته من أحد الصحف وليس بعيد عن الواقع، لأن الكثير من المتقاعدين يعني للباب الأمانة يعني قليل منهم من يعمل في تخصصه أو يعمل في تخصص ثاني، وفي نظرة سلبية عن المتقاعدين أنه مثلا فاضي وقاضي وغيره. في هذه الليلة إن شاء الله راح تتغير التفكير عندنا نحو المتقاعدين بشكل إيجابي، ولكن في واقع لازم المتقاعد يعمل له بحيث ينقل صورته وينقل واقعه لمستقبل أفضل. راح أتناول عدة محاور معاكم. أول محور اللي هو لماذا نتقاعد؟ ما هي الأسباب اللي تخلي الشخص يتقاعد منا؟ أنا أعرف مجموعة من الحضور متقاعدين وكثير منا شخصيا أنا على وشك التقاعد. السبب الثاني حياة المتقاعدين، همومهم وماذا قيل في التقاعد. المحور الثالث أعرج عليه دراسات ميدانية من الواقع من المملكة العربية السعودية عن عدد المتقاعدين وقضاياهم. راح أتكلم عن شنهم مصادر القوة، والأهم جدا اللي هي نقطة الهوية المفقودة لدى المتقاعدين، أقصد بالهوية الشخصية بعد التقاعد. بعدين راح أعرج على أسميت مبادئ النجاح اللي نصائح للمتقاعدين، وبعدها راح أشارككم في بعض المشاريع اللي نفذت من بعض المتقاعدين ونجحوا فيها حصلوا بصمات في مجتمعنا. بعدها نقطة مهمة اللي كيف تخطط لطموحاتك، وأختم برسالة عن الختامين. بالبداية أستدل بقول عن أمير المؤمنين علي عليه السلام: لا تكثر من الشكوى فيأتيك الهم، ولكن أكثر الحمد لله تأتيك السعادة. نأمل أن التقاعد ليس هو قريب للإنسان من الموت، لا، السعادة إن شاء الله أمامه. هناك أسباب كثيرة أنتم لعلها في وجهة نظركم، بس راح أركز على 4 أو 5 من الأسباب لماذا نتقاعد. أول سبب للتقاعد أن القانون يسمح لنا بالتقاعد. ليش يسمح لنا؟ كثير من الحكومات والدول والشركات سن التقاعد عندها 50 أو 60 سنة. ليش؟ لأسباب. أول شيء فتح مجال للجيل الجديد ليعمل، أو لتقليل البطالة. كثير من المخرجين في كل دولة يعني يحتاجون لعمل يحلون محل القدماء. السبب الثاني حاجات عائلية. أنا أحد الزملاء عندي بالعمل تقاعد بسبب أن والدتي مريضة. يقول والدتي مريضة كل يوم يومين مستشفى، ما أقدر أنا عليها، وأنا وصلت 50 أبقى تقاعد أخدم والدتي في هالسنوات المتبقية. ضيق الوقت، يعني إخوان شخص يعمل في مناطق نائية 2 أسبوع 8 ساعات أو 2 أسبوع ويطلع ولا يجي بيته، طبيعي لما نوصل 50 وابتعد عن المجتمع. بعض الأشخاص يقول أنا بعد 20 سنة 50 سنة أجي المجتمع ما أعرف أحد، يعني لا فرحي أحد يحضره ولا حتى أتراحي أشوف أحد فيهم. يقول معزول أنا من العمل للبيت، هذه خليه بعد يفكر يقول أنا عيد أبغى أتقاعد. السبب الثاني الصحة. أكو طبيعي بعض الأشخاص يمكن يعدي 50 55 يجي له بعض الأمراض، ضغط سكري، يقول عامل الصحة ترى يطلع، وبعضهم يصر عليه بس ترى عنده أسباب شخصية ما يقدر يبيح بيه هو. العامل الثاني أكو بعضهم يبغى حرية، يقول أنا خلاص أنا 25 سنة موظف أبغى أكون رائد أعمال، أبغى أكون كاتب، أبغى أكون مثلا مرشد. تحصل يقول أنا الكارير ماري خلص أنا أبغى أبدي حياة جديدة. أكو بعضهم عنده مشاريع يعني تجارة دراسة بيحققها، ما حقق أحلامه. الوظيفة يقول أنا خلاص كفاية 20 سنة. السبب الأخير اللي أشوفه ولا أحد ينتبه له يسمون الضغوطات الخفية. يعني شخص يوصل 55 سنة يسألونه يا أبو علي متى تتقاعد أنت؟ ذي ضغوطات خفية. حتى يقول بعضهم يقول حتى إخواني يسألوني يقول أنت إيش عندك؟ كفاية تجمع فلوس أنت يعني لمتى تسك الباب على آخر باب يعني في ضغوطات خفية تحصل يطلع يتقاعد، والسبب أن ضغوطات جاءت من الأقارب من المجتمع. التقاعد خلاصة أنت رئيس نفسك، هذا خلاصة. نتكلم عن ماذا قالوا في التقاعد. أكو نظرتين في المجتمع، نظرة إيجابية وإحنا إيجابيين، ولكن نظرة سلبية. خلينا نتكلم عن النظرة الإيجابية. تحصل دراسات ترى تقول التقاعد مرحلة جديدة من الحياة بلا ضغوط. صحيح ترى أمان يعني يتقاعدوا يقول أنا حر نفسي. والتقاعد أحد وسائل العصر لتقليل ومنع البطالة، هذا شيء طبيعي يا أخوان، خاصة الحين مع التعليم بعثات تعليمية وتوظيف الجنسين بحاجة لفتح وظائف. أحد الخطابة يقول أمانة يعني في أحد المحاور يقول التقاعد وترى مكافأة لك، أنت خدمت 30 سنة كافئ نفسك.
يعني لا تملى آخر يوم تشتغل موظف مثلا، تقدر تعمل. أحد الدكاترة المجتمعنا يقول أنا أتقاعد عن الوظيفة بس ما أتقاعد عن العمل، أنا أقصد التقاعد كوظيفة، ولكن عملك ترى يستمر، تجاري، اجتماعي، فكري، وهذا النشاط اللي احنا نحضره لنا هذا يعتبر من أنشطة الاجتماعية. التقاعد خلاصة تستمر تعمل حسب رغبتك. نجي حق النظرة السلبية، وترى كثير ترى من الزوجات يشتكون، يقول وبعض الأسر، أذكركم بعض القصص، في بيتنا متقاعد. أحد الأشخاص يقول زوجته، يعني هي يعني تنقل مشاكلها، تقول زوجي يشتغل في الموارد البشرية وجاي يطبق اللي تعلمه على البيت، قال أنا أنتظر الشقالة بس تسوي خطأ فنشها. يعني لدى الدرجة جاي، يعني أكو بعضها يقول فاضي وغاضي. أحد البنات تقول أنا يعني رحبت أبوي وعندي أحفاد، ومن أجي إيش وكلت عيالش، إيش اللي درستيهم، وين رحوا فيه، وين رحت فيه. يقول حتى العيال اللي بدأوا يقول نروح بيت بابا يسألنج على الحجي هذا، يعني فاضي وغاضي علينا. يعني أكو بعضهم نظرة سلبية، يقول إذا تقاعد خلاص كفاية، يعني راح أنت إلى الآخرة، كنا يعني إنسان قريب من الموت، العمر بيد الله. راح تشوفون دراسات تثبت كم بقي من الإنسان عمره مع خصة التطور الصحي. أكو بعضهم ترى من باب الأمانة ترى ما يبي يتقاعد، لأن أسير العمل ذا. شخص أنقل لكم في أرامكو يعني بدون مجاملة، من أحد المناطق هنا، تقاعد فوق 60-65 يوميا، ركب الباص ويجي للظهران، يروح وين يعود، يروح المستشفى يزور مرضى ويعود. يعني خلاص تبرمج جسم الساعة البوليجية حقتها، يجلس يوميا، يركب هالباص يروح الظهران، تقاعد يروح ويعود. يعني أنا شفته بالمواقف، شيبة يجيش عنده ذا، تبين أنه مبرمج نفسه ما يقدر. يعني بعد أكو بعضهم، واحد القصص في المنطقة أنا طلع تقاعد ما عارف شو يسوي. هذا عبد الله ذا نفس الشيء، طلع في البيت وبدا مع قضايا وطفوا اللمبات وصار هم على عياله. يلا العيال استفادوا من مستشار يعني أسري، قال لهم دوروا حل أبوكم، يزولنا مكتب عقار، وحل متميز يعني مكتب عقاري. يعني الواحد ما يبرمج نفسه ترى رايح يتغير. يعني التقاعد مرحلة، ترى مرحلة من مراحل الإنسان في عمره ذي، يعني ما نقدر ذي ما فر منها يوم من الأيام أنت بتتقاعد، بس كيف تخطط لها؟ إذن شنو حياة المتقاعدين؟ الناس أنواع، يعني الناس أكو ناس سعداء من التقاعد، وأكو ناس ترى فعلا ترى يعني كئيب وصحته تغيرت، هندامة تغير من التقاعد. وأكو واحد من الأشخاص يقول تقاعدت وش أسوي؟ يقول تقاعدت ست دريول، يعني ود العيال جيب العيال، والما يودي المدام المجلس الفلاني جاي المجلس الفلاني. حتى يقول حتى اخواني وخواتي يقول انت فاضي تعال وصلنا، اذا احد عنده موعد يقول يعني صار يقول انا طلعت من شغل لشغل. التقاعد ترى اخوان احنا نحتاج تغير تفكيرنا، هي حياه جديده وبيئه جديده وصحبه جديده. تفكري تفكير ذي. اخطر دراسات تقول اخطر سنه على المتقاعد هذه المتقاعدين، هذه الدراسات تقول السنه الاولى، إلا اللي ما يخط، اللي يخطط نوعي يتجاوزها. السنة الأولى ذي شوية يصير فترة انتقالية من عمل إلى لا عمل، هذه فترة إذا يعديها جيدة. مخاطر التقاعد فيها في مجازفات، يطلع بعضهم يطلع بحقوقه ويروح يحطهم مثلا في أسهم أو يحطه في عقار ويطيح أو غير ذلك. أكو لا، أكو بعض المتقاعدين عنده أعمال ورح نطرق لها بشكل يعني جميل. سابقا قبل خلينا نقول 30 سنة كان المتقاعد كان همه يطلع التقاعد ياخذ له مزرعة، حلا ياخذ له يمكن مزرعة يمكن يسويها مثلا استراحة، ياخذ له جزء من الفلوس يسوي مثلا نعم مشاريع يبني ويبيع وغير ذلك. قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: رخاؤك عدة لأيام بلائك. طبيعي أنت السنوات اللي اشتغلت فيها وجمعت خلها لأيام الصعوبة اللي تجي لك ذي. أتكلم عن دراستين يعني في هنا في المملكة، معهد الإدارة العامة سوى دراسة قديمة 2006، بس شو النسبة؟ يتكلم دراسة تقول دراسة دي التقاعد بكر فرصة للنجاح التجاري وتقوية العلاقات الأسرية رغم المشاكل الاجتماعية. 27% من المتقاعدين يعيشون في فلل، 43 في بيوت شعبية، و15 يعيشون في شقق. تقريبا ما يقارب 60% من كل من مساكن، 40% ما عندهم مساكن. الدراسة اللي خذت عيان تكلم عن المتقاعدين من مدنيين والعسكريين، رواتبهم ترى الدراسة تقول أقل من 5000. ترى بعض المتقاعدين يعاني من حتى من المصدر المالي. 70% متقاعدين لا يوجد لديهم عمالة تخدمهم بالرغم في حاجة لهم.
هذه دراسة. 2017 ذي عدد المتقاعدين في السعودية أخوان عام 2017 835 ألف، زيادة تقريبا 8% توصل حول مليون. يعني في أنا أسميها الطاقة المنسية، الطاقة المغفلة، اللي الطاقة المهملة في منطقتنا. المتقاعدين ترى نسبة كبيرة منهم، في نسبة منهم بعد صحة بعد عمر طويل يعني انتقل رحمة الله سبحانه. نقطة مهمة، شنه مصادر القوة لدى كل متقاعد؟ نعرف احنا أول مصدر اللي هو العلم والمعرفة اللي عنده، بلا شك كل عنده تجارب وعنده شهادات وعنده دورات، هذا علم عنده. السلاح الثاني القيم المنهجية، النظام اللي تعلم عليه في العمل، البروسس، الأنظمة، كل هذه ترى عنده طاقات. النقطة الثالثة اللي هي العلاقات، كون علاقات، كثير من يكون علاقات داخل الشركة وخارج الشركة، حتى في النطاق التعليمي عنده علاقات، ترى ذي قوية عنده. عنده بعد ترى المصدر المال يعتبر قوة. المصدر الرابع اللي هي الصحة، إذا تقاعد الواحد ضد شخص يتقاعد وصحته تعبانة، يعني إذا أنا شو صحتي ما تتحمل بدعت تنهار أتقاعد. العامل الثالث ترى عامل الوقت، يعني عندك وقت ومال وعلم. إيش بقى؟ الدراسة تقول الحين متوسط أعمار الإنسان في الخليج عندنا 76 سنة. في رؤية اللي هي 2030 اللي يسمون نحو مجتمع أفضل مع توفير الصحة وخلنا نقول الدراسات الاجتماعية وغير ذلك، يتوقعون يزيد عمر الإنسان إلى 80 سنة. يتبقى عندك كم بقى معدل ثلث عمرك بعد التقاعد. هذا أنقل لكم مقالتين، يعني حديث الأولية حق الدكتور محمد دويش وغريبة شوية راح أنقل لكم. هذا وزير تخطيط كويتي سابق يقول هذه دراسة أجنبية، يقول إن يجب على الشركات توظيف من يزيد أعمارهم على 50. ليش؟ يقول هو بالدراسة اللي سوى عينة معينة حصلوا ذلي اللي عمرهم من 60 إلى 70 سنة هم أقدر عطاء، يجي في بعدهم عمرهم 70 إلى 80، بعدين من 50 إلى 60. ليش؟ يقول أنا سويت دراسة، يقول 500 شركة حصلت السي أو حقهم معدل عمره 63 سنة، اللي فاز بجائزة نوبل حصلها عمره 62 سنة. هو يقول يعتبرها جريمة إذا إحنا الكبار ذلين نقول لهم تقاعدوا وروحوا قعدوا في بيوتكم، نقدر نستفيد منه في مجالات تخصصية بساعات عمل أقل. الدكتور إحسان بوحليقة يقول متقاعدين في سوق المجال، خلاصة المقال دي يقول ترى المتقاعدين في منطقتنا في بلدنا بحاجة نستثمرهم ذلي، ما نخلي متقاعد يطلع تقاعد ونقول له مثلا عذرا راح ابن مستودع وبعاء وأجر، لا ذلي خصة اللي في الموارد البشرية أو مستشار تربوي تقدر تستفيد منه. يقول الدول الغربية استفرت منهم في مجالات ثانية لسد الفراغ، ترى صاحب الخبرة بحاجة لإحنا. سؤال الإمام علي، ما يفسد أمر القوم يا علي بن طالب؟ قال علي، وضع الصغير مكان الكبير، ووضع الجاهل مكان العالم، ووضع التابع في القيادة. زين، نقطة هذه محور مهم إخواني فكروا فيه. أحلو إحنا نتكلم في جلسة أول ما يقول على فلان يا فلان أبو أحمد أو أبو علي، يقول هذا متقاعد، يعني أول لفظ متقاعد يعني ما عنده هوية. أقول للمتقاعدين ترى يحتاجون يسوي لهم هوية ويسوي لهم شخصية، ضاعت الهوية حقتهم. يقول أنا أنت باش مهندس راح ترى عليك، حتى عيالي اللي كانوا يتصلون بالناس سألونا بعد ما يتقاعد وين حج فلان، يا لازم تعمل لك أنت شخصية جديدة. التحدي أن تعمل لك هوية قبل ما تتقاعد. أنت تقول أنا، بعض الأخوان تعرفونه متقاعد مهندس صار شاعر كبير، أحد الأخوان في الدمام عندنا متهندس وصار الحين مترجم، صحيح؟ بعض الأخوان كانوا حتى تحولوا لخطباء، بعضهم صار مستشار أسري، يعني هوية سواء الهوية. انسى الماضي، لا تعيش على الوهم السابق. لصاقة هوية تحتاج إلى تخطيط مبكر. النقطة اللي افتقدها في مجتمعنا لتبادل التجارب بين المتقاعدين، هذه نقطة مهمة. نقطة مهمة لي قناعتك ترى ليست دائما الصح. أعطيكم مثال، إحنا يعني دائما واحد يقول أنا لي قبل 20 سنة فكرت في الشغلة الفلانية، ترى الوقت الحالي تتغير، لازم تكون أنت أكثر ديناميكية وتتغير مع الواقع اللي تعيشه. هذا يقول مبادئ السعادة، يقول نصائح لكل واحد يتقاعد. ابدأ بنفسك يا أخي الكريم، أنت بتقاعد أنعم الله عليك، هندامك زين، سيارتك زينة، لا تكتهمل، صير بخيل على نفسك. ابدأ بنفسك وأسرتك، عط وقت أسرتك ذي ثم مجتمعك. أكو بتقاعد تحصل أمانة يعني تقول ذيش إنه يعني ثياب براث، لا اهتم هندامك. يكون عندك بعد مشروع في الحياة،
لا تتقاعد إلا عندك رؤية للحياة دي. شو مشروعك وحياتك أنت ذي؟ النقطة الثانية اللي هي الصحبة يا إخوان، ترى دائما متقاعدين صحهم بصحبة من هم أكثر خبرة وأكثر عطاء، يهتم بصحته بالرياضة. أخوي حنت حد بعض المتقاعدين حتى اشتراك في صالة رياضية بخيل عن نفسه. لا اشترك في صالة رياضية أخي الكريم، لا يجيك إلا هو بعض الأمراض السكر والضغط، اهتم بنفسك. نقطة مهمة الابتعادات عن الضغوطات الاجتماعية والأسرية، مو بكل قضية تدخل فيها أنت، مو كل قضية أسرية ولا خلاف ولا مجتمع، لا ابتعد عنها. النصيحة الثانية ترضى وقناتك عندك قناعة، أنت الله رزقك بهالراتب اللي يجي لك وهالوقت ذا، ارضى به. بعدين غير تفكيرك، أنقل لكم غير تفكيرك شخص بها. اليابانيين عندما ضربوا بالقنبلة من أمريكا، ما تحصل اليابانيين سبوا وشتموا، طرحوا ثلاث أسئلة. أول شيء، ليش العالم ما تعاطف معانا عقب ما ضربونا؟ شو الخطأ اللي عندنا ضربونا ذلي؟ النقطة السؤال الثاني، كيف الدولة الفلانية صارت أكثر قدرة من عندنا وتطورت؟ شو نقصنا إحنا؟ السؤال الثالث، إحنا شنو النظام اللي نقدر نحتويه اللي يربي هالطاقات ذي؟ يعني ما فكروا في اللي هو العتب، لا، فكروا كيف يغيروا واقعهم إلى واقع أفضل. قواعد النجاح، ترى عند الإنسان قاعدة مهمة والاختيار، يملك الاختيار هو. ترى أنت تختار تكون مهندس، تكون معلم، عندك المشروع، حتى التقاعد مبكر ما حد يعني يفرض عليك، أنت تتقاعد. الفرصة، ترى الفرص ترى متساوي للجميع، ولكن في فرق بين واحد يخلق الفرصة وواحد ينتظر فرصة. أخو بعض الإخوان خرجوا مثلا من شركة كبرى، سووا له مشروع، انضم إلى شركة، أسس الشركة، واحد يبغى الشركة تجيله، هو خلق الفرصة له. آلية اتخاذ القرارات ترى إخوان ترى جدا مهمة، كيف تأخذ القرار ذا صعب. أعطيكم طلاب مثال من طلاب الثانوية، هل دائما دوراتنا نقول لهم كيف نعطي دورات كيف يصير أفضل في أداء للامتحان اللي هو القدرات وغيره، صحيح؟ ونعطي دورة كيف اللي هو يختار الجامعة، صحيح؟ أو التخصصات، ولكن كيف يربط بين اللي هو النجاح والشهادة مع اللي هو الجامعة ذي؟ قرار ترى بعضهم يتأخر في القرار في التسجيل، وفاق يتأخر القرار ولا يستعد امتحانه فلاني جيد. يعني عملية اتخاذ القرار ترى مهمة حتى في بعض التقاعد. يعني أقل شيء يعمل المتقاعد يعني يكتب حتى تجربة حياته في كتيب. الشاعر جبران خلي جبران يقول إنما الناس السطور كتبت لكن بمعنى. اكتب أنت تجربتك في حياتك، تجربتك كلها، ممارساتك، خبراتك، اكتبها ذي. نجي حق نقطة اللي هو شنو هو، الكثير من يقول أنا بعد شنو مشروع التقاعدي. راح أركز على نقطتين، البداية الصحيحة وركز على مشاريع مقترحة. البداية الصحيحة لا تخشى الفشل، حط لك نسبة أنت حتى تحط لك رأس مال أو وقت أن تقول أنا، لا تخشى الفشل فيه. بعدين خذ فترة يعني استراحة وراء محارب، مو كله تقدم مشروع لمشروع، فكر تريث. النصيحة الثانية اللي هو نصيحة لكل واحد، لا يأخذ قرض ولا يقرض أحد إلا متأكد. يعني إذا أكو بعض الإخوان طلعوا يعرفون عنده حقوق وأعطاهم قروض بعدين قد يدور وراهم، يعني تعطيه تكون عندك أنت يعني ثوابت. نقطة ثانية، حق أي مشروع تختار الشركة الناجح راح أتكلم عنه شنو مواصفاته. شنو المشاريع المقترحة؟ هذا من عندي أنا من المجتمع، لكن عندكم أنت مشاريع. إحنا بحاجة لنادي متقاعدين، اللي عرفته في المنطقة بس نادي واحد موجود. بحاجة نادي المتقاعدين يكون ترفيهي، رياضي، ثقافي، اجتماعي. الشيء الثاني، حتى العمل التطوعي يكون أكثر تخصصي. مو كل احنا بس نشتغل عذرا في اي لجنه اجتماعيه طبيعيه، لا، ابدع في عملك الاجتماعي. العمل الحر يحتاج افكار جديده. ترى بعض الاخوان تقاعدوا صار احنا عضو في المجلس البلدي، واحد عضو في مجلس اللي هو المهندسين، حتى احنا نقدر نقدم خدمات اكثر شويه رقي. بعض الاخوان مثلا تحصل تقاعد وحين صار مرشد سياحي في الاحساء، نقل لي 15 مرشد سياحي متقاعدين، وهذا ترى جميل. أحسن خصة الحين أنها يعني موجهة سياحية مستقبلا بحاجة ذي. في اليابان في جامعات، نقل لي أكثر من جامعة اسمها جامعة المتقاعدين، موجودة جامعة. قلت لكم بعض الإخوان يدرسون حتى الحين، بعض التقاعد يدرس. القيادي، وجهة نظري القيادي يتحمل الفشل ويشارك الآخرين النجاح. كلنا بدينا كموظفين، بدينا بالوظيفة وهذا شيء طبيعي، أخذنا خبرة من عندها، اخترنا التخصص واخترنا الشركة المناسبة. طبيعة مجتمعنا مطمئن، يرضى بالقضاء، يرضى بالرزقة والبركة، هذا شيء جيد جميل، لا تنزل عن ذي قيمة اعتبر هذي. أنا ما أنصح واحد يتخرج بدأ مشروع يأخذ خبرة من الحياة ذي. صفات الشركة الناجحة أتكلم إلى أربع صفات. الشخصيات مجتمعنا تحصل كل 60-70% ناقدين ومنظرين، صحيح؟ القليل منهم تحصله يصنع الحل، ولكن الأقل تحصله هو بطل المشروع.
قريب منهم، تحصل تجلس جلسة انت 30 كل واحد ينتقد، وكنت تعال سوي لي مشروع يقول لك لا اصبر. تشترك مع شريكك كنت واخذ فكري وعاطفي، نفس الزوج وزوجة منسجمين يعني. النصيحة الثانية لا يكون شارك واحد يملك المال، كنت ملك القيم ذا. بعدين واحد يكون ينكر ذاته، شريكك ينكر ذاته، يكون مرن معك. وبعدين يحافظ على خصوصيتك يعني، لا يكون شوية في كل شيء يتدخل فيه. زي كيف تخطط لطموحاتك أو مشروع بعض التقاعد؟ التخطيط أخوان أول نقطة، والفراق يعتبرون بداية اكتئاب. الفراغ زي ما يقول الإمام علي وعن الفراغ مفسدة. التقاعد شوفه أنا ترى إيجابي ومرحلة تحقيق أحلامك وطموحاتك. النقطة الثانية اللي تمارس هواياتك، رياضة وغير ذلك. بعدين تحدث عنك أي شيء ضايق تتحدث عنه، تكتم. أكو بعض الأخوان متقاعدين ويكتم، لا تكلم مع زوجتك مع أصدقائك. بعدين خصص وقت، أنا حتى متقاعد إحنا ودي أولادي المدرسة أتكلم إياهم، أحفادي أجلس معاهم. أكو بعضهم حتى يقول ما تعرفت على زوجتي إلا بعد التقاعد، يعني عذرا يقول أنا أشتغل 10 ساعات أجي الساعتين الأولاد شركاء في معايا، يقول أم تقاعدت الصبح أقعد معاها أفطر، تعرفت عليها أكثر. بعدين نصيحة، أعلم أن شبح الأصدقاء غير صحيح، أن تقول أنا تقاعد، لا تكونك أصدقاء جديد وأحلامك أنت من يصنعها. أخيرا التقاعد هو مكافأة لك بعد الخدمة. ولكن أختم بقول أو رواية عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، يقول الشيخ في قومه كالنبي في أمته. الشيخ هنا هو صاحب الخبرة، صاحب التجربة، صاحب الخلق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.